خلقنا أحرار، ولكن الوضع اللي راح نعيشه فيه اليوم، شوف كما قال خالد من الجزائر، أنا نتحدى واحد قبائلي من القبائل نتاعنا يهضر لنا في المخزن. علاش اليوم هذا المعارضة اللي في الخارج؟ أنا منهم الواحد نعارض، بس علاش ما يتكلموش على المخزن ويعايرونا بالمخزن؟ يقول لك المخزن خير منكم. لهذا السلام عليكم الأصدقاء ديالي، ومرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسلام. الأصدقاء ديالي، كيف ما شفت تقديم هذا الفيديو، صالح الأزرق المحلل التونسي تيتكلم في واحد الموضوع على دولة الكبرانات وكيفاش أنها تتقمع وتضطهد حقوق الإنسان داخل البلد، وكيفاش أن بعض المهرجين حمقوه. صالح الأزرق حمق معاهم، واحد يقول له راه المخزن هو السبب، مؤامرة. المهم دخلوا ضروري خصهم يدخلوا من المغرب في كاع المشاكل اللي عندهم وسط البلاد ديالهم، وموضوع بعيد قال البعد على المغرب، ولكن خصهم يدخلوا المغرب بان دوك اضطهاد حقوق الانسان في الجزائر السوداء والمغرب. المهم واحد الفيديو اللي جد رائع ويستحق المشاهده. ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، واللي ما شافش القناه يشترك في القناه وتكتبوا لي بالاعجاب باش تصل هذا الفيديو ونتلاقاو من الفيديو. السلام عليكم. والمعلومات تقول انه كان مقرر عزله وتوقيف هذا البيان الذي كتبه شقيق الرئيس في التلفزة الجزائرية لكي لا يبث. هذه احتمال الشعب، ثم عجز في تنظيم انتخابات في 5 جويلية، كان يلملم نفسه، ثم لما لم بعض المجموعة من قادة الجيش الذين التفوا حوله فأمر بانتخابات 12/12/2019. لكن في الفترة هذه وجد الشارع راه يتجاوزوا، خرجوا لهذيك قضية السجن تاع الراية الأمازيغية. خالد أنا أتحدث على الحريات حتى لا نبقى في تفاصيل الأحداث نفسها. الحريات كانت مفروضة على النظام. أها. الحريات لم ولن يسمح بها النظام في يوم من الايام، ولكن فرضها الشارع، تود القول حينها. الشارع الجزائري هو الذي فرضها. طبعا فرضها الشارع، فرضها الشارع، وراهي كانت 20 مليون تخرج للشارع، يعني في بعض الجمعات يوم الجمعه في الجزائر العاصمه تتجاوز المليون ونصف. واضحه النقطه. شكرا لك خالد من الجزائر، وارجو فقط الايجاز من المشاركين. محمد من فرنسا. السلام عليكم. وعليك السلام. يا أخي، الشعب الجزائري ذكي. كاين الناس يبروفيتو لا سيتياسيون، فهمت؟ كاينين الناس البروبليم سي با على ليبرتي هذه ولا الحرية كاينة في الجزائر. من نهار اللي خلقتنا نشوف الحرية. أنا نقول لك تقدر سي يا دي شوز كيل فو با، يا دي شوز باسكو كاينين الناس اللي حوسوا هذه، ماهمش يحوسوا على على ليبرتي كما نقولوا حنا والديمقراطيه. سا سي دي جو كي بروفيت، سا سي دي جو كي سي باسكو الجزائر كبيره. الجزائر بكري كانوا يحكموا فيها دو جروب، فهمت؟ الجروب القبائلي والجروب الشاوي، فهمت؟ البروبليم ماتانو يا دي جو كي فال بروفيتي دو لا سيتياسيون باسكو دركا ولا الدوله، دركا الجزائر بتبون ما واحد يتخلف. يعني مجال الحريات الان مصان؟ نو كان الحريات يا اخي. طيب اسمعني جاوبني، اذا كان الحريات كاينه لماذا يحكم على القاضي ب5 سنوات بربك؟ فقط لانه عنده اذاعه. داكور نقول لك انا يحكموا عليه. باسكو هذا الانسان انا واحد من الناس، انا على بالي به عميل. عميل لمن؟ ماهوش يخدم لفرنسا يا حبيبي. فرنسا يا راجل، يا راجل عميل لفرنسا، والمحطه هي من قلب الجزائر، والرجل جزائري ابا عن جد. شو عميل لفرنسا يعني؟ جزائري ابا على عم، وبالصح يخدم لفرنسا. طيب ما هو دليلك يعني؟ لماذا في ملفات القضيه لماذا لم يقل ذلك؟ وي باسكو كاين لا بوليتيك داغيير، هادو ناس يكسروا. يا راجل صلي على النبي. شكرا لك محمد بن فرنسا، اشكرك. شكرا لك عز الدين، مساء الخير.
السلام عليكم سي صالح. يا هلا بيك. والله يا أستاذ الكريم، شوف الجزائر راهي في حالة خطيرة. حيقول لك راهي في نظام دولة عسكرية، أما أصحاب القرار فهم مدنيون. كما راه يهضر لك هذا بالفرنسية. طب حدثني على إحسان القاضي. الله يهديك يا عز الدين يا عزيزي، ركز لي على القضية. إحسان القاضي لماذا يحكم عليه بخمس سنوات؟ لا أدري، الجزائريين يعني يقفزوا يمينا ويسارا ويخلوا الموضوع. تفضل عزيزي في الموضوع. وانت احسن القاضي بما شاوي تقاضى، بما شاوي التهمه تاعو ارهاب، بالارهاب والماده 87 مكرر، هذه قالوا، وهذا مصطلح التجمهر الغير مسلح والتعامل مع جهات خارجيه. هذا النظام الجزائري راه يحارب كل صوت حر بالقضاء والبوليس السياسي، الكوميسار لو كوميسار بوليتيك، كما قال المرحوم الاخضر بورقعه، قال لك جايد صالح ان لو كوميسار بوليتيك تاع بوتفليقه. طيب عزيزي اسمعني، عز الدين اسمعني، الان الحريات في الجزائر يعني لو اردنا ان نقيمها، يعني هل تراها يعني اقل من المتوسط، اقل من المطلوب، صفر على الشمال كما يقال؟ كيف تقيم مجال الحريات في بلدك يا اخي كريم؟ صفر، تحت الصفر، نظري في السالب. من وقت فرنسا ما كانش هكذا، كان الشعب الجزائري مقموع كيما هكذا. احنا رانا في حبس، في سجن يا سي محمد، احنا رانا في حبس. الكل تشوف اي واحد يتكلم كلمه حق يدخل للحبس. طيب اين ذهبت وعود الرئيس تبون؟ مش من وجع هذا خضره فوق طعام، هذا شهد الرئيس تبون خضره فوق طعام، هذا ما هو الا واجهه سياسيه كما كان يصنع. لكن يعني يا عز الدين، والله لست هنا لادافع على الرئيس تبون، ولكن يا اخي انت تقول هذا الكلام المرتفع الان من داخل الجزائر، ولا احد ياتي لاعتقالك، فهذا جميل ليس كذلك؟ على الاقل بنظر البعض. أنا نقول الحق، أنا نقول الحق، أنا يا. لا أنا نقول الحق، وشابين شابين أعرف يعني أنا. على الأقل هذا وجهة نظرك، ولكن لا أحد يطاردك لأنك تقول رأيك. وش إيه نقول بصح، بما أني لست شخصية سياسية، أو نقول أنا مشارك، أنا عندي رأيي، بالك نتصل باسم مستعار، وهذا حقي. هذا وأما أقول لك إحنا الممنوع، هذا حق نقول النشاط السياسي. أما الممنوع أن يتدخل القضاء في السياسة، وممنوع أن يتدخل الأجهزة الأمنية في السياسة. يعني عز الدين مثلا الآن أنت يا عز الدين أنت مثلا الآن لو قلت بأنك مواطن جزائري تطالب بابتعاد الجيش الجزائري على السلطة، على السياسة، هل هذا خط أحمر؟ هذا خط أحمر. يقول بومدين رحمه الله، يقول لك أكبر، يقول لك أعلى مرتبة في الجيش أو في الدولة هي مرتبة أن تكون مواطن. المواطن عنده كل الحرية، فهمت؟ هذه مهما كان تكتم الافواهنا تطير بالحريه. شكرا لك عز الدين، اشكرك. سي صالح تفضل يا صالح. شوف يقول لك حكم العسكر. لا خليني. شكرا لك عز الدين، شكرا لك. يعني انت كل مره تختم لي باسطوانه. شكرا لك يا عزيزي، وخليك دائما في موضوع الحلقه. احمد من فرنسا، يعني جايين نغني نحن الان يا رجل. احمد من فرنسا، مساء الخير. السلام عليكم اخي صالح. وعليك السلام اخي صالح. نطلب منك الله يحفظك، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، منا ومنكم ان شاء الله. منك ما تقطعنيش وما نخرجلكش من الموضوع. تفضل. اللي نعطيك يعني واحد التوضيحات. جميل. متكلم معك العبد الضعيف. انا ضد النظام الجزائري في عده اشياء. وكنت ما منحبست باش نقول لك، ولكن يا اخي صالح فهمني مليح واش راه صاري في الجزائر. الاخ احسان قاضي، انا من الحريه، وربي خلقنا احرار، ولكن الوضع اللي راح نعيشه فيه اليوم، شوف كما قال خالد من الجزائر، انا نتحدى واحد قبائلي من القبائل نتاعنا يهضر لنا في المخزن. علاش اليوم هذا المعارضه اللي في الخارج؟ انا منهم الواحد نعارض، بس علاش ما يتكلموش على المخزن ويعايرونا بالمخزن؟ يقول لك المخزن خير منكم. لهذا اليوم الشباب الجزائري والشعب الجزائري حتى اللي كانوا ضادين تبون التفتوا معه، يعني كلهم معاه. جميل. علاش شدنا احنا هذا المعارضه
ما شتناش واحد المعارضه اللي هذيك تحكي في المغرب كيما انت يا اخي صالح. انا نحبك على القناه، علاش؟ قناه المغاربيه والله ما تخليك تتكلم على المخزن، ما فهمناش علاش دروك هذا الناس هذا المعارضه هنا في فرنسا تسمح كيما هي مشى مع بودي يمشي حتى لوجده، ومن بعد من وجده يعاير في الجزائر. يا اخي يواش يا اخي صالح بربك اعطيتك دقيقتين الان كلمه واحده على احسان قاضي لم تقلها. شكرا لك احمد بن فرنسا، اشكرك. يعني لا وقت لا وقت لدي حتى اعطيك اكثر، يعني هيك ماشي وقت تاخر يا عزيزي. طيب ياسمين من ايطاليا. وعليك السلام. يا خويا صالح، الرئيس تبون قال لك باللي هذا خبارجي، يعني خبارجي هذا رئيس دولة راه يقول لك باللي هذا إحسان قاضي خبارجي، يعني بغيتوا تكذبوا رئيس الدولة؟ يعني رئيس الدولة على بالها مع من راه يتعامل؟ هذيك بوراوي علاش هربت؟ هربت لخاطرش كانت عارفة لأنها راح تنجبد هي ثاني معاه، هربت قبل لا يمسكوها مع إحسان قاضي. يعني الرئيس تبون قالها على المباشر أن هادو راهم يرقدوا عند السفارات، هذا إحسان قاضي وطابو وبوراوي وهذا اللي كان جبته الآن يحلل لك، هادو كلهم أخبارجية. احنا الجزائريين رانا مع رئيسنا ونحبوا الرئيس تبون وغادي نفدوه بالروح تاعنا. يا ياسمين يا ياسمين يا غالية، راك تعيشي في إيطاليا، تعيشي في إيطاليا يفترض اسمحي لي أكمل، اسمحي لي أكمل فقط، اسمحي لي حبي كما تشائين. بالله لو تكرمتي لو تكرمتي، أنت تعيشي في إيطاليا ويفترض إيطاليا إلى حد ما دولة ديمقراطية، هل الشخص في إيطاليا يقدس أم أن البلد هي التي تحمى بالدماء والأرواح؟ البلد هي التي تحمى بالدماء والأرواح، فبالتالي الرئيس تبون مع الاحترام والتقدير له ليس هو كل شيء، الجزائر هي التي يجب ان يحميها الجزائريون. لا انا مش نقدس في الرئيس. طيب. احنا رانا نشوفوا في رئيسنا راه يخدم الحمد لله، ما بين الجزائر مي كانت في وقت بوتفليقه وراهي الان رانا ما شاء الله الحمد كلام لله. كلام جميل جدا، انا اضيف لما قلتي. طيب هو يقدم طبعا لكن ليس انه معصوم لا يخطئ، اذا اشار مواطن ما بان هناك نقص هنا ونقص هناك وبأن الحريات في خطر فلا يعني أنها جريمة سيدتي. ولك وين وشكون هو هذا اللي دخلها الرئيس تبون بلا ما يقول؟ شكون هذا اللي كان يتكلم معاك الآن ويسفر يتكلم في الجزائر؟ علاش راه برا؟ هذا اللي جبته أنت يحلل، هذا اللي جبته الضيف سيدتي، الضيف من داخل الجزائر وليس برا. أنت يبدو عندك عقلية أنه من ينتقد الجزائر هو يعيش خارج الجزائر. الضيف كان من قلب الجزائر. أنا مع الرئيس تبون ونحب جيشي ونحب رئيسي، وتحية تبون وتحية شنقريحة. وانتوما وانت اخويا قاعد مع نهار وانت الجزائر تونس مصر وراه الاردن وراه الكويت وراه الامارات قطر عندها الحريه، تركيا عندها الحريه، عندهم الديمقراطيه. والله ضحكتيني. تركيا وقطر عندهم شكرا الديمقراطية. شكرا لك ياسمين، شكرا لك شوية. تعيشي في ايطاليا وعقليتك ما تزال عقليه عربيه مع احترامي طبعا، ما قبل الدوله ليس فقط الديمقراطيه لم نصلها بعد في عالمنا العربي للاسف. شكرا لك ياسمين. على الأقل يا جماعة لما نعيش شوية في الغرب يريد نأخذ منهم شوية حرية، يعني حق الاختلاف واحترام الرأي الآخر والرغبة في الوصول إلى الديمقراطية، لأن هي ميكانيزم التنمية والنهوض. الديمقراطية ودولة القانون يا جماعة والله إن لم نصل إليها لن نحقق شيء، هي المدخل هي الباب، بعدها هي نتحدث عن الاستقرار والرخاء والنماء والنهضة، ما دونها لن نحقق شيئا. وبالتالي ياسمين عايشة في إيطاليا وتدافع على دولة سيد الرئيس، مع الاحترام للسيد الرئيس عبد المجيد تبون أنا والله ما عنده مشكلة، ولكن لا يعني أن الجزائر كاملة فيها مليون نقص ويجب أن يقر الجميع بذلك، لكن البعض لا، هذا كمال ومن يعيبه فهو المعيب. وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية، كما شفتوا في هذا الفيديو كنتمنى أنه يكون الإعجاب ديالكم. صالح الأزرق حاول أنه تمسخر عليهم وضحك عليهم وحاول أنه يعني واش نتوما تتنهضروا حنايا على موضوع نتوما كتهضروا على موضوع حدا متصلة به من إيطاليا كتخربق عليه. كنتمنى من هذا الفيديو أنه يكون الإعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليوا الآراء ديالكم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.